هنبتدي حلقتنا، بس قبل ما نبتدي في أخبار مهمة حصلت الأيام اللي فاتت كان يجب علينا في برنامجنا التنويه عنها عشان كل الناس وكل الشعب المصري يعرفها. في خدمة محترمة وجليلة وجميلة جدا 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 تم إنزالها ورقم خاص بيها، خدمة اسمها اطمن. خدمة اطمن دي للطوارئ والرعاية المركزة والحضانات. الناس تتصل على رقم 16010، تاني ويريت الرقم ينزل 16010. الخدمة دي وانت معاها على التليفون بتقوم بتشخيص الحالة، مش كده وبس، دي كمان بترشدك عن الأماكن المتاحة في المستشفيات وأسرع طريق ليها. الخدمة دي بتغطي حاليا القاهرة والجيزة، والمفروض هيكملوا بقية المحافظات في المرحلة القادمة إن شاء الله. 16010 خدمة تهم أي مواطن في مصر، خدمة عملتها الدولة عشان راحة المواطن المصري. في حالة بقى رفض أي مستشفى استقبال مريض، لازم أهالي المريض دول يتصلوا على رقم 16528، تاني رقم 16528، وهتولى المسؤولية الموضوع ده مسؤول من رئاسة الوزراء. احنا كده عرضنا اخبار يمكن لسه ما تمش التداول عنها كتير، اخبار تهم المواطن. برنامجنا برنامج اجتماعي بيهتم بالمواطن والاسره المصريه، وعرضنا الارقام.